تحياتنا لحضرتك. واكيد واحنا بنتكلم على منتخبنا يعني اكيد يعني وجهة نظر حضرتك في المباراتين اللي فاتوا وهذه التجربتين المهمين بالنسبه لمنتخبنا والفتره القادمه بالنسبه لمشوار منتخبنا الوطني للمباراه الوديه وايضا لمشوار روسيا ان شاء الله. كابتن محمد طبعا التجربه مفيده جدا، العلم ان كان اول تجمع المنتخب الاولمبي، كان اول مره يتجمع فيها، كان في السعوديه. احنا بنتكلم انا كنت بقى انا يعني بعيد عن المنتخب الاولمبي، انا كنت هروح لحضرتك على هذه الجزئيه، بس انا بكلمك على المنتخب الاول كعضو مجلس اداره ورايك في المنتخب الاول في التجربه الاول. طبعا منتخب مصر امام السعوديه كسب في المباراه وتعادل في مباراه اخرى، فلسه كنت هاجي لحضرتك عليها. هو في الاعداد لا انا بكلمك على منتخب مصر. كان بيتكلم على المباراتين الاثنين. انا عارف حضرتك كنت رئيس البعثه هناك متواجد، لكن لا اصل في الاعداد لما كلمني على المباراتين. تمام كده انا اتكلمت فيهم مباشره يعني. تمام يا استاذ محمد. اما بالنسبه للمنتخب الاول طبعا تجربه كويسه جدا، تجربه سويسرا، وان شاء الله طبعا في المعسكر اللي جاي هيكون في 3 مباريات. اتمنى ان شاء الله المنتخب يظهر بصوره احسن من اللي كان عليها في سويسرا ان شاء الله. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي انا نتيجتين اعتقد ان هم مميزين، بالنسبه الاولى التجارب بالنسبه للمنتخب الاولمبي استاذ محمد، حضرتك كنت متواجد معاهم اكيد، يعني يمكن كان النظر بشكل اكبر على المنتخب الاول لان تقريبا الماتشين كانوا في نفس التوقيت بالنسبه للمنتخب الاولمبي. فعلا المباراتين كانوا في نفس التوقيت، بس طبعا على الفارق زي ما قلت لحضرتك ان المنتخب الاولمبي كان اول تجمع ليه كان في السعوديه، يعني على طول ما تجمع يعني الولاد اتقابلوا مع بعض في المطار واتمرنوا اول تمرين ليهم كانت في استاد الجوهره في جده. ده الفرق يعني. لكن من وجهه نظر حضرتك يعني بدايه مبشره، شايفين بعض اللاعبين اللي ممكن ان شاء الله يبقوا مستقبل مصر من خلال المنتخب الاولمبي. طبعا الهدف طبعا وصول لطوكيو ان شاء الله، يعني ده الهدف بالنسبه للمنتخب الاولمبي، لكن ايضا امتداد للمنتخب الاول بالنسبه لبعض اللاعبين المتواجدين ايضا في المنتخب الاولمبي. طبعا احنا عندنا تصفيات الاولمبيات 2019 هنا في مصر، مؤهل الاولمبيات طوكيو في 2020. طبعا امتداد للمنتخب الاول، وعندنا خامات مبشره ان شاء الله. حتى احنا في المحاضره لما كنت اقعد مع الاولاد وكنت اقول لهم ان شاء الله يعني هيكون القوام الاساسي ان شاء الله في كاس العالم 2022 و2026 هيكون منهم ان شاء الله، وكلهم يعني بيعمل دوره وان شاء الله ربنا يجملها على احسن حال ان شاء الله. استاذ محمد يعني طمنتنا على منتخبنا الاولمبي وايضا مشوار بالنسبه للمنتخب الاول ان شاء الله. انا يعني اكيد واحنا متواجدين معاك وحضرتك متواجد في عزاء والده المهندس ايهاب لهيطه، بلغنا برضو العزاء بالنسبه له بالنسبه لنا طبعا كابتن ماهر همام كابتن محمد حشيش، ان شاء الله نحاول نلحق ان شاء الله العزاء واحنا لو خلصنا بدري يا باشمهندس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا محمد استاذ محمد ابو الوفا طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكره. اسف كابتن قطع حضرتك، كان يهمنا برضو ان احنا نطمن على منتخبنا الاولمبي. هو حظ